اتمرن وهاي فعليا هاي زادت لي الكونفيدنس، زادت لي القوة الثقة بحالي والثقة في الشخصية. وكان عندي انا ضعف شخصية خرافي، يعني شوفني هلا ما بصدق انا كنت تينيجر كنت عيط اذا واحد حكى لي كلمتين، كثير حساس. تطلع عن هدول انت ما حتجيب اشي جديد، في عضلة علوية، في عضلة بالنص، في عضلة من تحت، وفي زوايا حتلعب عليهم، في شيء غيرهم. الظهر نفس الاشي، ليه انا اللي انا اللي انا الوعي اللي بدي انشره هو healthy lifestyle، يعني انت حياتك تكون صحية بالعكس. هلا بس المرحلة اللي بعديها بتصير انه جسمك صار يتعود على الشعور الحلو بعد التمرين، فانت لو زدت له كمان يوم راح يقول لك اعطيني كمان. يعني زي يسعد صباحكم، يسعد مساكم، وين ما كنتم موجودين وباي منطقه انتم فيها ومن اي دوله عمالكم بتتابعوا. فهذا الفيديو بدي احكي لكم عن قصتي، القصة كيف انا دخلت بالفتنس. ان شاء الله يكون فيديو تحفيزي لبعض الناس، يعني هي القصة كلها عشان تحفيز، فاذا حدا حابب يعرف كيف انه ممكن واحد وصل لهاي المرحلة بالفتنس، له 22 سنة مستمر بدون ما يوقف، ليش، شو اللي صار معاي، شو الاشياء السيكولوجية اللي تغيرت عندي، كيف صار البروغرس، كيف صار التحسن في التمرين، فتابع الفيديو للاخر. هلا اللي صار معي انه انا بعمر ال 14 13 14 سنه انا كنت كثير كثير نحيف. هلا اللي بيشوفني هيك وبتطلع على ايدي وبتطلع على كتافي بيقول لك انت، هذيك المره لسه حكي لي اياها شب من 3 4 ايام، انت ما شاء الله الله معطيك يعني كتافك يا رهد من ربنا هيك، وعندك عندك الفريم، عندك السايز. فانا ضحكت، هلا ما رد، يعني قلت له اوكي شكرا، ما رديت عليه لانه هو مش عارف انا شو اللي صار معي. وما حبيت طبعا، مش هقعد اشرح لكل واحد شو قصتي من اول ما بديت وليش بديت وشو اللي صار معي. بس الفكره لما انا بديت كنت كتير كتير سكيني، كتير كتير نحيف، لدرجه انه يعني ايدي هاي من هون بعرض هالاصبعين كانت، رجلي كتير نحاف، اذا انا بوقف اخذ صوره كانوا رجلي عاملين هيك، لان مفتوحين بتشوف منهم من جوا من بين البطاط لانه كتير نحيف. هلا هاي طبيعيا احنا بالعيله يعني نحاف، بس هاي كانت عملت لي مشكله. طبعا الناس هلا الصبايا بيشوفوني يي انا بكرهك، يي عليك بكرهك، لو اني انا نفسي هيك. لا اقول لك ليه، لانه زي ما الناس بتعاني في موضوع النصاحه، في ناس كتير بتعاني بموضوع النحافه. واذا حدا هلا نحيف سكيني عماله بتابع رح يكون فاهم شو اللي انا بحكي فيه. وموضوع النحافه على فكره كتير اصعب من انه الواحد ينصح من انه الواحد ينحف، للعلم. لانه عشان انت تنصح بدك تضلك مستمر على كميه لدرجه ممكن تكره الاكل وانت بتاكل، بتضلك تاكل 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 تاكل، ممكن انك تكره الاكل عشان توصل للسايز اللي بدك اياه. فلما بديت كان ابوي الوالد الله خلينا اياه هيك يضربني كف خفيف، يعني مش يضربني، عمره ما ضربني، بس انه هيك على رقبتي على الخفيف يقول لي عدل مشيتك، لانه كانوا كتافي داخلين لجوا، رقبتي نازل لتحت، فأنا ماشي مبين هيك. هلا مش لأنه أنا بدي أمشي هيك، لأنه ما كان، طبعا أنا ما كنت فاهم بهديك الفترة، ما كان في عندي مصل، ما كان في عندي عضلات تسند الظهر، عضلات الكور كانت ضعيفة فبتضلها تعبانة، عضلات اللور باك ضعيفة، عضلات الجلوتس، كل هاي العضلات لأنها ضعيفة وصغيرة ما كانت تسند الفريم. فأنا كان طولي بهديك الفترة 1.70 متر وتمين، أنا هلا طولي 1.97. فلما تحكي انت بعمر ال 14 سنه بالفتره هاي اللي صار فيها مره واحده التينيجر الواحد بيرفع وبطول مره واحده وببلش بدخل في مرحله المراهقه، هاي اللي صار فيها انه بلشت اطول كثير ولسه جسمي مش عماله بيعبي. بنفس الوقت كان عندي اللي هو بسموه الهايبر، كنت كثير هايبر، كثير حرك، فكنت العب باسكت بول، كنت العب فولي بول، كنت العب تيبل تنس، وكنت طول النهار بعد المدرسه بسكليت اللي بدك اياه، طول النهار في الشارع، يعني اول ما اروح من المدرسه انا في الشارع بلعب، فبحرق بحرق بحرق بحرق. اللي صار بعديها اني باكل، مش اني ما عم باكل فعليا، يعني في ناس مثلا بقول لك انا ما باكل انا نسيت اكل، في ناس بمرنهم انه
طب انت لازم تاكل هلا بناء على الجول تبعك انك لازم تاكل زياده، بقول لك ما بقدر نسيت اكل. انا لا، انا كنت اكل، كنت اسحب وماشي زي الجرافه. وحتى لدرجه وصلنا مرحله انه ابوي اخذني عند الدكتور بده يفحص سامعين فيها الدوده الشريطيه، انه في عنده دوده هاي لانه امعاءه عمالها بتاكل بزياده من هو ما محتاج. بس الدكتور قال له لا ما عنده، بعد ما فحصنا مرتين قال له ما عنده دوده، الولد بسحب ما شاء الله عليه. فانا كنت اسحب وكنت اكل بس مش عماله ببين علي. هلا برضه لهون انا مش فاهم ليش مش عماله جسمي بيعبي. هلا مع اني كنت اعمل كل هاي الرياضات خففت شوي. طبعا حكوا لي حلك انه روح على الجيم، اللي بروحوا على الجيم ببنوا عضلات ببلش يعبي. بس رحت على الجيم وانا بعمر 14 سنه، كانت اول مره بدخل انا فيها على الجيم، كان الجيم تحت البيت عندنا قريب. فانا عمالي بروح على الجيم بتمرن اول 4 سنين لسه مش شايف هالتغيير الخرافي. ليه؟ لاني بتمرن بدون اي ارشاد. وليش انا عمالي بحط لكم كل هاي الفيديوهات وليش انا عامل كل البرامج اللي عملتها، يعني اللي بروح عندي على الويب سايت، وهذا مش انا بس بدي ابيع، لا فعليا هي بنيه النفع عشان اذا حدا كان في الموقف اللي انا فيه ما يمر في كل هاي المراحل، ما يضيع على حاله سنين وهو بحاول يتعلم وبلبس في الحيط وبرد برجع مش عارف شو اللي عم بيعمله. فانا اول 4 سنين في حياتي هدول لسه مش شايف تغيير خرافي. بس اللي صار لاني عمال بمرن بالعضلات في التمارين الرئيسيه العاديه اللي كانت مكتوبه. وايامها احنا كنا نروح على الجيم كان في ورقه على الحيط مكتوب عليها الشهر الاول الشهر الثاني والشهر الثالث، فانت بتمشي عليهم اول 3 شهور بعدين بنرد بنعيدهم. مكتوب عليها ماكينة رقم 1 ماكينة رقم 2. اللي عايش في فلسطين اللي عايش في الأردن أكيد كانت عنده هاي، بعرفش باقي الدول بس هاي كانت موجودة في أيام زمان. أنا بحكي قبل لسه قبل ما الإنترنت ينتشر وقبل ما يصير يعني حتى الأكسس أيامها على الإنترنت عندنا كان الديالاب اللي بعمل تي 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 هذا بعد ساعة، هذا على هذيك الأيام. وكان مسموح للواحد يقعد على الكمبيوتر مثلا بالضبط 3 ساعة، وإذا بدك تفتح الكمبيوتر كان أبوك يعرف لأنه صوت الدايلاب هذا واصل يكون لآخر الشارع. فبهديك الفترة لسه ما في حد يرشد، والمدرب اللي كان عندنا في الجيم كان كرش هيك، كان هو المدرب واللي بينظف واللي مسؤول عن الجيم وكله يعني all in one بتاع كله. فهذا ما كانش هو مدرب يعني بالأحرى، بنكون قاعد باكل عماله بخبص أكل وباكل بيتزا وهاي، وبعدين انت تساله شو العب بقول لك روح العب على الماكينه هذيك، روح اعمل على هالماكينه، لانه هو مش اختصاصه مدرب مبدئيا، ومش شغلته انه يعني كل واحد في الجيم رايح وجاي يقعد يدرب فيه، بس هو قاعد هناك هو المسؤول عن المنطقه. وصلت مرحله انه جسمي بلش يشدد، فبس بلش يشدد وقفتي هاي اللي كانت معقدتني ومعقده ابوي ومجننتنا بلشت تنفتح، فانفتح صدري زي هيك وصارت وقفتي حلوة. فالناس هلأ الفيدباك هون بلش، هون ها بلشت أنا أحب الفتنس زيادة. ليه؟ لأنه الفيدباك تبع الناس كان واو متحسن مبين عليك. هلأ مبين عليك كانت مبين عليك بس الوقفة، إنه وقفتي بدل ما أنا ماشي هيك. وعلى فكرة بالسايكولوجي بيحكوا، هلا انا مش اختصاص سايكولوجي بس بالسايكولوجي بيحكوا يعني حركه جسمك وقفتك هيك هاي بتدل على الاكتئاب وضعف الشخصيه. وقفتك هيك هاي بتدل على قوه الشخصيه. هلا لاني كنت في الجيم ولاني كنت بروح وبتمرن وهاي فعليا هاي زادت لي الكونفيدنس، زادت لي القوه الثقه بحالي والثقه في الشخصيه. وكان عندي انا ضعف شخصيه خرافي، يعني شوفني هلا ما بصدق انه انا كنت تينيجر كنت عيط اذا واحد حكى لي كلمتين، كثير حساس اوفر، لان كان عندي ضعف شخصيه خرافي. وهاني بحكي قدامكم منفتح واوبن على الاخر. ف من الاشياء اللي كمان حببتني بالجيم انها سايكولوجيا غيرتني اني انا صار عندي قوه في الشخصيه. قوه الشخصيه هاي شيء كثير 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 انت ما بتتخيل قديش بيزيد معك كل ما زاد الليفل اللي انت فيه، كل ما زاد الشكل. مش معناها انه انت لازم تصير ضخم، بس قوتك نفسها البدنية بتبين للناس. لما تمشي انت في مكان، لما تدخل على مكان وانت شكلك فت، ما بدي احلى شكلك ضخم، شكلك فت يعني في عضلات بس مبين عليك مش كرش، مبين عليك فلات، سواء شاب او بنت الناس بتحترمك اوتوماتيك.
لأنك أنت عمالك بتبعت أول إشي طاقة، وأنا ححكي شوي في الطاقة لقدام، رح أشرح لكم عن مواضيع الطاقة لأني أنا ببحث في الطاقة كمان. أنا مش دارس في علوم الطاقة، بأخذ دورات وماخذ دورات كثيرة وببحث في الطاقة لأني بحب موضوع الإنرجي هذا كله، بس هشرح لكم كيف بالداخل هذا الموضوع. ممكن بالفيديو اللي بعده أشرح لكم كيف بالداخل هذا الموضوع معك على أساس أنك تستوعب شو اللي بيصير بجسمك. فالطاقة اللي أنت بتبعتها للناس طاقة confidence، طاقة أنه أنا بني آدم واثق بنفسي. غير هيك الناس لما تشوفك بتشوفك على أنه بني آدم، ليش بيحترموك؟ الاحترام مش لأنك أنت ضخم، والاحترام مش لأنك أنت بتروح على الجيم، والاحترام مش لأنك أنت بتشيل 200 كيلو. الاحترام بيحترموك يا لأنه الناس subconsciously عارفين في العقل الباطن أنه أنت بدون ما يفكر فيها أنه أنت عمالك واحد ملتزم، بتحط effort كتير عالي وبتحط مجهود كتير عالي عشان تلتزم في نوع معين من الأكل، عشان تلتزم في تمرين معين وتروح، لأنه هو نفسه ما بيكون عارف يلتزم بهذا الالتزام. وإذا كان هو عارف، يعني إذا أنت رحت بتشوف الشباب تبعون الجيم لما يكونوا بالمول ما بيعرفوا بعض، بس بيسلموا على بعض، بيعمل له زي هيك، حتى لو مش مرحبا كيفك بيعمل له زي هيك، في علامة من الاحترام. أحيانا كمان شغلة بحكوها بالسايكولوجي، إذا بتعمل لحدا هيك راسك بنزل لتحت، هاي معناها أنك ما بتعرفه، بس you acknowledge him. إذا بتعمل له هيك لفوق معناها أنك تعرفه وبتوثق فيه. فالناس لاحظها على حالك، الناس اللي بتشوفهم كتير بتقول له آه مرحبا كيفك، الناس اللي ما بتعرفهم بتنزل له راسك زي هيك. بالحالتين انت بتعبر عن الاحترام، بس لا لا شوي موضوع interesting. فاللي ما بيعرفك إذا كان هو فت برضه حيحترمك، لأنه عارف لسه هذا بيحترمك أكتر، لأنه هو عارف انت شو اللي مريت فيه، لأنه هو مر فيه كمان، وهو عنده النوعية هاي من الالتزام، فهو بيحترم هذا الشخص. جينا بعد الأربع سنين الأولانيين هدول، أنا بلشت يعني أوكي بتجيك مرحلة إنه طب أنا بدي تطور أكتر، عمالي بروح على الجيم وعلى هذا، بس بهدول الأربع سنين كنت لسه بروح على الجيم وبروح بلعب باسكتبول وبروح بلعب فوليبول وبلعب بعد المدرسة يعني بعمل كل شيء. بعد الأربع سنين هدول كنت أنا في آخر سنة دخلت على الجامعة اللي هي سنة أولى جامعة. بالجامعة خففت الأشياء اللي عمالي بلعبها وقررت انه اوكي طيب، يعني اجتني معلومه، بلش صار عندي اكسس على الانترنت اكثر، فبلشت اعمل ريسيرش. ايامها كان في مواقع بتحط برامج مشيت عليها، عشان هيك انا هلا في، طبعا كان كل البرامج بالانجليزي وكانت انجليزياتي بهذيك الفتره لسه ضعيفه، كان لازم اركز واعيد الفيديو ثلاث اربع مرات عشان افهمه. بس اللي بدي اورجيكم اياه انه طبعا مش بس الاجانب هم اللي بيفهموا، بس بهذيك الفتره ما كان في حدا عربي بيعمل هذا الحكي، ولهلا ما عم بشوف الوعي العربي. يعني الناس بتشوف انه البيع، طريقه البيع على الانجليزي لانه الماركت اكبر ببيع احسن، فبتلاقي الكل بيحكي انجليزي، حتى الشباب العرب بتلاقيهم قاعدين بيحطوا برامجهم بيحطوا فيديوهاتهم كلها بالانجليزي. فانا بالنسبه لي بدي اعمله لا، احنا بدنا ننشر الوعي هذا احسن في مجال الفتنس وفي المجال العربي وفي دولنا العربية. فأنا محول كل الحكي بالعربي عشان أحاول أفيدكم، فعملت برامج. البرامج هاي صورتها برضو باللغة العربية وشرحتها باللغة العربية عشان اللي بمر بمرحلة إنه بده يلاقي إشي يلاقي كل إشي في مكان واحد بشرح له، سواء من اليوتيوب من عندي ياخد أكثر معلومات فري أو يروح على البرامج. البرامج طبعاً برضو أسعارها مش هالأسعار الخرافية، إشي مقدور عليه للجميع. بس إذا أنت بتمشي على هذا البرنامج، اللي صار معي أنا إني بعد أربع سنين، هدول الأول أربع سنين اللي لسه مش شايف فيهم، بلشت أدخل أوكي طب أنا شو بدي؟ بدي بلان معين، ستركتشر، لازم يكون في برنامج محدد أمشي عليه. فمشيت على البرامج المحددة مع الأكل المحدد تبعها. في كانت معلومة من المدربين اللي كانوا بيحكوا إنه إذا بتعمل كارديو كتير تركض كتير وهذا مش هتقدر تبني عضل، هل معناته انه غلط؟ لا طبعا هو مش غلط، بس كلام صحيح، لانه اذا انت عمالك بتعمل كارديو كتير معناها انت عمالك بتحرق كتير. انا طلعت على حالي، طب انا بلعب ثلاث انواع رياضة قاعد غير الجيم، يعني انا بالنهار اذا بدنا نحسبهم كنت احرق ما يقارب 4000 كالوري، وانا من ربنا الميتابوليزم عندي عملية الحرق عالية، في ناس عندها عملية الحرق عالية، فأنا الميتابوليزم عندي عالي already،
فانا عمالي بحرق 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 بحرق. اذا بدي الحق اجيب هدول 4-5000 كالوري، اذا بدي ابني عضلات بدي اكبر، اذا انا لازم اكل لي 6-7000 كالوري باليوم، وهذا إشي شبه مستحيل اذا انت بدك تاكل اكل طبعا صحي ونظيف. بصير كتير كتير عالي الكمية الوجبات، بدك تصفي قاعد انت في المطبخ بس بتاكل طول النهار. فاللي عملته اني خففت الكارديو، قطعت شوي من الرياضات اللي كنت بلعبها، ضليتني العب بس بكمية اقل، رفعت الانتنسيتي تبعتي بالجيم وركزت اكثر على عملية بناء العضلات وظبطت الاكل. هاي اللي حتسمعها انه هي اوكي الموضوع عادي يعني بالانس، مش ما جبتش اشي جديد انت، بس كتير فرقت معاي، لانها فرقت معاي باني ابني عضلات. هلا كمان اللي فرق اكثر اشي اللي فرق معاي، الله يوفقهم المدربين اللي مشيت عليهم وعلى برامجهم، انه البرامج هاي كانت فعليا برامج ممتازه، ولما الواحد يمشي عليها لمده 4-6 اسابيع بعدين يغير على البرنامج اللي بعده بشوف نتيجه. لاي انت لمعظم المدربين اذا المدرب فاهم، وشطاره المدرب ما بتكون بس انه يحط لك تمارين. شوفوا اشرح لكم شغله، التمارين هي هي يعني، ودائما بقول لك stick to the basics، يعني ارجع دائما للبيسكس. فانت اللي بتشوفه على الانستغرام التمارين هاي الغريبة اللي الناس بتطلع فيها، هاي حلوة للتصوير، بس انت البيسك عندك تروح تتمرن مثلا صدر، هم 4 تمارين، صدر مستقيم الفلات بنش، وفي عندك الانكلاين، وفي عندك الديكلاين، وفي عندك تمرين الفلايز، سواء لعبت الفلايز بالدمبل ولا لعبته على الكيبل ولا لعبته كيف ما لعبته، هم هدول 4 تمارين الاساسيين، والبوشر تمرين الضغط. هلا تطلع عن هدول يا سيدي، خلينا نزيد عليهم دبس كمان، تطلع عن هدول انت ما حتجيب اشي جديد، في عضلة علوية، في عضلة بالنص، في عضلة من تحت، وفي زوايا حتلعب عليهم، في شي غيرهم. الظهر نفس الاشي، الرجلين نفس الاشي، كل مجموعة عضلات لها تمارين معينة، وهاي البيسك. ليه؟ لانه اشرح لكم اياها بطريقة تانية. هاي البايسبس، تمام؟ البايسب عندي لما انا بدي اتمرن تمرين للبايسب، شو حركة البايسب؟ الفليكس، بيفتح وبسكر من عند الالبو من عند الكوع، فانا هاي فتحة البايسب. هلا شو ماكس اني اعمل؟ يا بعمل هيك وبنزل هيك قدام، يا بطلع بالعكس وبنزل هيك، فهم تمرينين او 3 للبايسبس. بتثبت ايدك او على الواقف او على الكيبل، تمارين تقريبا كلها زي بعض، انت عمالك تعمل بامب، لانه هاي العضلة فيها لها حركة تتحرك فيها بس، وهي زي مفصل الباب بيفتح وبسكر ما في غيره. فالناس اللي بتفكر انه والله انت ما جبت لي اشي جديد، مش عمالك تخترع اشي جديد، انا مش عمالي بخترع اشي جديد، بس اللي بيميزني مثلا انا في طريقتي، لما سألت الكلاينتس عندي شو انتم بتشوفوا اشي بيميزني، طبعا هاي بيحكوها تبعون اي حدا بيحكي باسرار البيزنس او بالبيزنس بشكل عام، بيقول لك انت شوف وين نقاط القوة تبعتك، ليش الناس بتحبك، وليش الناس تحب تتمرن معك، ليش الناس تحب تشتغل معك. فالشغل الناس اللي كانت تحب بتقول لي انه انت عندك طريقة مميزة في انك كيف تقسم التمرين لطريقة انه الواحد يفهمها، شرحك للتمرين بخلي الواحد يفهم التمرين. في ناس فيجوال بورجيك التمرين وبقول لك اعمله، يعني بيجي بورجيك البوش اب بقول لك اعمله، في ناس بيعرف يشرح لك كيف تقسم هاي الحركة، شو العضلات اللي عمالها بتشتغل، شو العضلات اللي مش لازم تشتغل، شو الاشي اللي احنا بنركز عليه، وبهاي الطريقة. فانا عندي هاي القابلية، عندي هاي الميزة، هي من المميزات اللي عندي ومن نقاط القوة تبعتي. فانا شرحي بالفيديوهات هو شرح عادي ولكن مفصل لهاي الاشياء، فانت تتجنب الاصابة وبتفهم التمرين مش 100% 1000000%، فبناء عليه راح تاخذ ريزلتس وتاخذ نتائج 100%. كمل بالقصة، لما مشيت على هاي البرامج بعد فترة بلشت تطلع العضلات، بلشت أشوف السايز. طبعا ما كان السايز زي هلأ، كان سايز، وما أخذت أي نوع من أنواع الهرمونات. وهاي شغلة إنه كان من أول ما بديت في شخص شافني، كان مدرب بجيم أو كان صاحب لجيم هو، وقال لي على فكرة إذا أنت أخذت شوية هرمونات بنزلك بطولة. بهديك الفترة أبوي بيشتغل في مجال الأدوية، سألته قلت له هذا الشخص بده يعطيني 1-2-3، أنا لسه طبعا ما كنت بعرف شو البروتين، شو الكرياتين، شو البري وركاوت، لسه جديد طازة.
فابوي بيقول لي مجنون هذا اللي بده يعطيك اياه. هذا الاشي اصلا يعني بيختبروه على الاحصنه وبيختبروه على الحيوانات، واصلا مش ليجل للحيوانات. يعني تخيل لوين الشخص هذا شايف انه في بطوله ممكن هو يطلع منها مصاري، اوكي ما عنده مشكله يضره. ممكن هو بوعيه ما كانش فاهم، ما بدي اظلمه، بس انه يعني هو شاف بوتنشل قال لك هذا مع شويه استيرويدز وضعه تمام. فبهذيك الفترة أنا كنت بدي أضلني ناتشرال. ليه؟ لأنه أنا ناتشرال أتليت من زمان. هلأ بتوصل مرحلة بالعمر بعد فترة اللي هي أنا لسه ما وصلتها، أتوقع من بالأربعين، هذا حعمل عليه فيديو كامل، ممكن الواحد يحتاج إنه يأخذ إشي اسمه TRT اللي هو تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، لأنه الناتشرال ليفلز عنده بتنزل طبيعياً، فبصير إنه لازم بده يعدل، بس بده يعدل عشان يرجع للأوبتيمال مش يأخذ زيادة. ما بدنا ندخل في موضوع الاستيرويدز والهرمون، فأنا أكملكم على الطبيعي. فأنا بهذيك الفترة بلشت أدرس زيادة عن البروتين، عن الكرياتين، عن الأشياء اللي ممكن تتاخذ في الجيم، عن الأشياء اللي بشتريها من الصيدلية، شو ممكن أخذ أشياء تساعدني، وشو الأكل اللي لازم أكله عشان أوصل لأحسن فورم أنا بدي إياه. رأي أخواننا المصريين الفورمة عاشية، فورمة بدي أوصل للفورمة. بما انه انا كنت نحيف فانا عمالي ببني بيور ماسل، ببني لين ماسل، فما كان عندي فات. قد ما باكل ما عندي فات، بس برضو كنت باكل اكل نظيف، عودت حالي. وصلت لمرحله بعديها انه الناس بلشت تشوف بالجامعه، صار في ريكوجنيشن حلو بالناس اللي عمالها بتشوفني كلها، واو واو ايش يا وحش وكذا. تستقلوا بهذا الكلام، بس لو واحد عمره صغير بيعمل معاه فرق، بيعمل معاه فرق كبير. هذا الريكوجنيشن خلاني اتحمس زياده، بس مش هذا كان الحافز الاساسي لإلي. الحافز الاساسي لإلي كان لما انا وصلت لمرحله اللي هي الادمان على الشعور الحلو، وهاي طبعا استوعبتها يمكن من سنتين، ال 22 سنه بتمرن، من سنتين انا استوعبت هاي المرحله، انه في اشي عندك بيصير بهرمونات الجسم، بمشاعرك، الجسم بيفرز اشياء بتخليك تنبسط. في الناس اللي بتركض مسافات طويله في عندهم اشي اسمه بيقولوا له الرانرز هاي، بالعاده بعد 45 دقيقه ركض بوصل وبحس حاله هاي هاي، يعني كانه مدخن سيجاره معطيها هاي هاي، فهو رانرز هاي بيكون حاسس بشعور خرافي. هاي بتصير معك بالجيم، عشان هيك دائما بقول لك اللي معاه اكتئاب يروح يتمرن، بس ما بشرحوها ليش. اللي مش حاسس حاله، يعني بتحس حالك انت هيك عندك خمول وكذا، روح تمرن. ليه؟ لانه فعليا جسمك بصير يفرز اشياء بتخليك انت مبسوط. هلا لو كنا نحكي عليه بالفيديو اللي قبل، انه انت تمرن مره او مرتين بالاسبوع وبعدين بتزيدهم شوي شوي، ليه؟ لانه انت اول اشي بدك تعمل ديسيبلين، بدك تعود جسمك، هذا اللي هو البروغرامينج، لو انت عمالك بتبرمج بجسمك كيف انه في عندي يومين بالاسبوع بهذا الوقت الفلاني احنا بنروح تمرين، فانا هون عمالي صرت بتمرن، بلشت ابرمج جسمي صح، جسمي تبرمج، لو زدت له كمان يوم ما حيضايقه، بالعكس. هلا بس المرحله اللي بعديها بتصير انه جسمك صار يتعود على الشعور الحلو بعد التمرين، فانت لو زدت له كمان يوم راح يقول لك اعطيني كمان. يعني اذا انت بتحب مثلا الشوكولاته، اعطيتك حبه صغيره قلت له اوكي شكرا، اعطيتك حبتين عجبك الموضوع، قلت له خذ قد ما بدك حتاخذ كمان، ليه؟ لانه انت حبيتها، لانه الشعور اللي عماله بيطلع من جسمك حلو. فبهاي الطريقه ليش انا بقول للناس انه الابروتش، انه لما تيجي تقرب انت على موضوع التمرين، ليش عمالي بحكي بفتره لهلا انا مش قاعد بحط فيديوهات تمرين وكذا، بحط لكم فيديوهات اكثر لها علاقه بالسايكولوجيه، كيف الواحد يفهم كيف يدخل على الجيم. لانه اذا انت عرفت كيف تتدرج بهذا الشعور اللي بتعطيه لجسمك، راح تلاقي انه الموضوع صار ناتشرال، وانه جسمك بده كمان منه، بده زياده، بدل ما انت رايح على الجيم عقاب او رايح على التمرين، بغض النظر شو التمرين اللي بتعمله، يعني حتى لو بتعمل سايكلينج، ركض، وات ايفر، اذا انت رايح عليه بمبدا انه هذا عقاب، وبمبدا انه انا حتى الدايت
لازم الدايت هذا انا لازم امسك حالي ولازم اشد على حالي برضه. عشان هيك بحكي بالدايت شوي شوي درج، ما تدخل مرة واحدة، انت حتتحمس شوي بعدين جسمك حيصير يعتبر انه هذا كله انت عمالك بتعاقبني، فانت عمالك بتعاقب بحالك سبكونشسلي، انت بترجع انت بتعاقب بنفسك. ف اللي بدك اياه انه تعود جسمك على مشاعر حلوة، تعود جسمك انه الشعور اللي بعدين بصير حلو، هيك بصير اللي بصير عندك العكس بعدين. حكيت لكم بالفيديو اللي قبله انه انا ببرمج حياتي حوالين الجيم. ليه؟ لانه بتصير اذا تركت يومين او ثلاثة او اسبوع فعليا انت بتصير تحس حالك انه في اشي غلط. مش بتحس حالك انه اشي غلط لانه هذا روتين، تحس حالك اشي غلط لانه جسمك عماله بطلبه، لانه بده اياه، بده مشاعر الانبساط الحلوه هاي اللي بتخليك انت فعليا مبسوط. في ناس كتير بقول لك انا بروح على الجيم، يعني اول ما يبدا الشغل والبيت والاولاد والمره والنكد من هون، فانا بدي اروح على الجيم لانه هاي ساعه على الي بصفي فيها مخي. حتى لو هو مش مركز انه انا بدي سكس باك او بدي عضلات او بدي اضخم وات ايفر، بقول لك انا بدي اصفي فيها مخي، فهو بيطلع عشان ياخذ إشي اللي هو ماي تايم الي، وقتي لحالي، وبروح فيه على الجيم. بلاقي بعد فتره انه فعليا ماي تايم هذا عماله بيشتغل معاه باكثر من مرحله، باكثر من ليفل، ليفل داخلي ليفل خارجي، فبدمن عليه. وهذا ادمان جيد مش ادمان سيء، من كلمه ادمان مش دائما ادمان سيء، هو ادمان جيد. فبتوصل لهاي المرحله خلص انت هيك صار عندك لايف ستايل انت حتكمل فيه على طول، حتضلك مبسوط. الناس اللي بتدخل بعقلية انه انا بدي ادخل على الجيم بدي اعاقب حالي لاني كنت اخبص اكل، بدي اوصل لمرحلة، بدي اوصل لهذا الجسم الخرافي وباقصر وقت ممكن، عشان هيك انا ما بحب موضوع الشورت كاتس، وما بحب موضوع الستيرويدز، وما بحب موضوع الناس اللي بده يروح بس بدنا نطلع على البيتش وضايل لي 3 شهور على وفي هلا حيجي موسم البيتش معناها انا لازم يكون جسم خرافي. ما بحبز هاي الناس، وحتى ما بحب شخصيا اني ادربها، لانه هذا بدخل بعمل جسم برد بيطلع برجع بكرش، بدخل بعمل جسم برجع بكرش، مش لايف ستايل، مش نظام حياه. انت بدك بس اشي سريع سريع سريع. اللي احنا بدنا نبنيه، الوعي اللي بدي انشره هو هيلثي لايف ستايل، يعني انت حياتك تكون صحيه. صحيه مش معناها انك تضلك تاكل بروكلي وخس طول النهار، صحيه من جميع النواحي. وحتى لو على موضوع الاكل، على موضوع الدايت، كان عندي كلاينت من يومين، انا بعرف اني بشت وبطلع من موضوع لموضوع، يا ريت تضلوا متابعين معي وان شاء الله تكونوا متسليين. عندي كلاينت من يومين ماشي هو على دايت ومتابع، فبيحكي لي مرتي طبخت لازانيا، وانت رو اجنبي بيقول لي ويل بي براود، راح تكون مبسوط لانه انا هي اكثر اكله بحبها وما قربت عليها، ما طبيت فيها. قلت له غلط، انا عارف انه ماشي له فتره منيحه عليها على الدايت. قلت له غلط اللي عملته. بقول لي ليش؟ شو الغلط؟ وانت مدربي يعني المفروض تحكي لي انه ولا او ما تاكلش. قلت له لا غلط، لانه انت ماشي فعليا على لايف ستايل، وهذا زلمه متابع لايف ستايل وعمره يعني قريب ال50. فقلت له ليش غلط؟ لانه اذا انت هيك حرمت جسمك من اشي بحبه كتير. إذا أنت ماشي إلك أسبوعين ثلاثة متابع ومسيطر وما خبصت بالمرة، إجت قدامك أكلة أنت كتير بتحبها وحرمت حالك منها، هلا لما حرمت حالك منها، هلا شوف إذا أنت ماشي أنت أوفر ويت وعمالك تتمرن لسه جديد وبتحاول تبني العادة الجديدة هاي إني أنا أسيطر على الأكل، هذا صح. بس إذا أنت ماشي على هذه الفترة إلك من زمان، الأفضل انه لا، لو اكلت صحن صغير او اكلت طلعتها من نفسك، افضل انك تاكل هاي الوجبه بغض النظر شو، لانك حاببها، تاكل منها صحن صغير تطلعها من نفسك. ليه؟ لانه اذا انت عاقبت حالك جسمك حيعتبره عقاب، مخك حيعتبره عقاب، الا اذا انت معتبره ديسيبلين، وهذا اشي تاني. ولانك تكون معتبره ديسيبلين بدك تكون في ليفل كتير عالي، في ليفل الاتليتس الكومبيتيتيف. ف إذا جسمك اعتبره عقاب لإله إنك حرمته منه، لما تيجي بعدين تيجيك لحظة ضعف وتفتح بالأكل راح تخبص الدنيا. فلا، أنا آكل من هون مثلاً 300-400 كالوري من صحن اللازانيا هذا اللي كنت بدي إياه، أفضل من إني أستنى مثلاً كمان أسبوع أسبوعين تيجيني لحظة ضعف وأروح أخبص الدنيا
اطلع لي بثلاث 4000 كالوري غلط. هون الدمج اللي انت عملته التخريب كان كتير اسوأ من صحن اللازانيا. فهمتوا علي؟ كملكم بالقصة. وصلت لمرحلة انه خلص جسمي صار اوكي وانا ماشي تمام، وادمنت على المشاعر الايجابية، صرت اروح على التمرين كل يوم، وهلا بس عمالنا متحسن، منغير برامج، من تعلم اشياء جديدة، شوف كوتشات كذا. بهالفترة انا كنت بدرس هندسة، فانا بالاصل مهندس. خلصت في الهندسة، بلشت شغل، طبعا ما كنتش طايق كالعادة، يعني ما لا طايق الشغل ولا هلا. انا اقول لكم اني كنت كتير فالح بالهندسة، يعني تخرجت بالعافية، ما كنتش هالقد فالح، فلاني ما حبيتها، ما عندي هالحب الخرافي لإلها. بس بهاي الفترة كلها الفتنس والجيم كان مواظب عليه. بسافر، يعني مثلا لما سافرت على اول شغل لإلي كان بأفريقيا، سافرت على هذا الشغل، سجلت في الجيم تاني يوم. كل الناس اللي تعرفت عليهم كانوا عن طريق اني بلشت بالجيم. قعدت اول فترة يعني لسه مش متعرف على ناس، بعدين بلشت اتعرف على ناس. انت لما تكون صداقات بالجيم هاي دي بفتح لك افاق كتير جديدة. لما اجيت على دبي نفس الشيء، كنت قاعد بدور على شغل، بس سجلت بجيم بينما انا عمالي بدور على شغل. الشخص اللي دبر لي اول شغل، او اللي ساعدني، او اللي خلاني الاقي اول شغل، كان شخص تعرفت عليه بالجيم. كل تقديم الطلبات اللي عملته، كل اللي حاولته، كل الناس اللي اتصلت عليها، والوساطات اللي بدي اعرفها واللي ما بعرفها، ما عرفت الاقي شغل. شخص هيك وانا بالجيم تعرفت عليه، مرحبا كيفك شو اخبارك، تعرفت عليه وهو اللي ساعدني في اني الاقي شغل. هلا نمشي لقدام شوي. صار معي حادث سيارة، قلت لكم هذا احكي لكم عنه فيديو لحاله لاني طولت اوريدي بهذا الفيديو. حادث السيارة حطني في البيت سن زمان، بس كان برضو اجين الاشي اللي عماله بقومني من التخت، لما كنت قادر اقوم من التخت بالعكازات، عمالي بروح على الجيم، بعمل تمارين خفيفة وبعمل تمارين الفيزيوثيرابي اللي كانت علي. من اول ما سمح لي الدكتور اني اروح وابلغ، حتى مش هو ما كانش سامح لي الدكتور، من قبل ما يسمح لي الدكتور كنت اروح بالعكازات على الجيم، اتمرن شوي واروح almost يوميا. الناس اللي كانت تشوفني، طبعا بهاي الفترة خسرت شغلي وقاعد في البيت الي سنة، بعد بسنة عمالي بحاول ادور على شغل. انا مش طايق اني ارجع للهندسة، وحولت من الهندسة للسيلز لفترة، مش طايق لا السيلز ولا اني البس بدلة. انا مش انا بني ادم بلبس هيك، لبسني بدلة اصلا ببين شكلي زي البانسر اللي واقف قدام كلب، ضخم انا، مش حلوة البدلة علي. روح البس بدلة ولف على الهاي، مش شغلتي، ما حبيتها. فبس خلص انه الواحد بدور على رزقه. الناس اللي حوالي من الاصحاب كانوا يحكوا لي، طب يعني دخلت في راسي، انت شو اكتر اشي بتحبه؟ الجيم، انت مهووس بالجيم وبتعرف وشاطر ليه؟ لان انا كنت ادرب بهديك الفترة ببلاش، اصحابي اللي بيجوا بتمرنوا معي، شريكي بالسكن، اي حدا يكون هيك من الشباب متعرف عليهم بالجيم، نعمل تمارين مع بعض، ادخله ببرنامج من البرامج اللي انا بعرفها، يتغير شهرين ثلاثة، يعني هذا تلاقي يتغير جسمه. طب انت كتير شاطر واحنا شفنا نتائج معك، ليش ما تدخل في مجال الفتنس؟ فانا بهديك الفترة انه انا مهندس، اترك الشهادة وخمس سنين دراسة، ابوي شو بده يحكي، ابوي شو بده يعمل، ودفع دم قلبه علي عشان ادرس برا واتعلم واصير مهندس، اجي اقول له انا بدي اصير مدرب. طبعا بعقلية اللي احنا فيها زمان، انه المدرب زي ما حكيت لكم هو واحد قاعد بالجيم بنظف وبنظف وبدرب وبفتح وبسكر الجيم، يعني مش مدرب كواحد عنده نوليج بفهم في بي تي 1 اون 1، هذه ما كانت موجودة العقلية. حتى لما حكيت انا لاهلي على الموضوع صارت قصص، يعني بس الحمد لله بالاخر مشيت. فحكوا لي الشباب انه جرب، ومش الكل كان بهذا الموضوع، انه جربها بارت تايم، ما تدخل غوص. وفي ناس تانيين كتير كانوا ضد،
فأنا قررت أوكي بما إني أنا بحب هاي الشغلة، رحت سألت المدربين هون قديش بتعمل، شو كم من سيشن بتعمل باليوم، كيف بتجيب كلاينتس. حاولت أتعلم، تعلمت منهم، تيسرت، بلشت أجيب كلاينتس، بلش شوي شوي يطلع لي اسم، بلش شوي شوي الناس عمالها اللي بتشوف نتائج تجيب ناس تانيين. أوكي أول سنة سنتين ثلاث سنين عانيت، أقولكم ما عانيت، عانيت، بس ما كانتش أكتر المعاناة اللي كنت فيها بالهندسة، على قليل أنا ما كان بحبه، مبسوط وعمالي بشتغل شغل عاجبني بوقتي اللي أنا بختاره. فاللي كنت أشتغله 12 ساعة بالهندسة باليوم، 8 ساعات ل 12 ساعة، صرت أشتغل ساعة ساعتين ثلاث ساعات باليوم ماكسيموم يعني أولها. فأنا كنت مبسوط بهذا الحكي وفعلياً طاير عقلي. ما كنت لسه مفكر طبعاً في موضوع الإنستغرام واليوتيوب إنه الواحد يتكبر ويوسع وهذا. طبعاً ما وصلت لمرحلة الأمور صار لازم الواحد يتوسع يزيد النولج تبعته لناس تانيين، قررت إني أزيد، فقررت إني أدخل على موضوع الأونلاين. فمن هون هاي كانت رحلتي في الفتنس من بداياتي، اللي هو ان انا بس بدي اضبط البوستشر تبعي لمرحلة الادمان على اشي كويس، واني اغير حياة ناس تانيين معي. فما بتعرف انت لو اليوم قررت انك تدخل على الجيم شو ممكن يصير معك في المستقبل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله يكون الفيديو فيه تحفيز لبعض الناس، وهيك برضو انتوا عرفتوا وسطي وعرفتوا انا من وين جاي وكيف دخلت في عالم الفتنس. شوفكم بالفيديو الجاي. We'll be right back.